بتبرعاتكم وبصدقاتكم الجارية وزكاة أموالكم، امنحوا الأيتام صفحة جديدة لرسم مستقبلهم. كونوا عولاً لنا لنوفر للأيتام مستقبلاً أفضل. حملة حبل أخيك، سهم التبرع 25,000 دينار. تسعى مؤسسة اليتيم الخيرية التي أسسها المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره إلى تطوير حياة الأيتام في كل جوانب معيشتهم بعد أن تجنبهم طرق الأبواب وذل السؤال. أطلقت المؤسسة حملاتها الصيفية السابقة لتوزيع الأجهزة المنزلية على عشرات الآلاف من أسر الأيتام من مبردات وسبالت وثلاجات ومراوح سقفية ومنضدية. 3,000 أسرة أيتام مسجلين لدى المؤسسة تنتظر مد يد العون لتغطية حاجاتها من الأجهزة الصيفية في عموم العراق. بادر الآن، فالكثيرون في انتظار تبرعك. اتصلوا على الأرقام التالية.